قلنا قبل كده ان الهيدروكربون كلاسيفايد انتو الاليفاتيك هيدروكربون اند اروماتيك هيدروكربون. اشتغلنا في السمستر اللي فات على الاليفاتيك هيدروكربون، اما السمستر ده هنشتغل على الاروماتيك هيدروكربون. طيب ايه هي فايده الاروماتيك هيدروكربون؟ most of the drugs are aromatic hydrocarbons. يبقى اذا دلوقتي عشان اعرف الدراجز بتاعي ده يبقى لازم اعرف الفيزيكال بروبرتيز، الكيميكال بروبرتيز، الفارماكولوجيكال بروبرتيز والتوكسيسيتي اوف الدراجز. تمام ندخل الاروماتيك هيدروكربونز ليها كذا بروبرتيز. اهم بروبرتيز للاورجانيك هيدروكربونز، اول حاجه يكون سايكليك كومباوند، يعني ايه سايكليك كومباوند؟ يعني كل الاتوم كونكتد مع بعض، كل الاتوم كونكتد مع بعض ان كلوز سايكل، ان كلوز سايكل. يبقى في الحاله دي بقول عليه سايكليك كومباوند. طيب تاني بروبرتي ان هو يكون فولي كونجوجيتد، فولي كونجوجيتد يعني ايه فولي كونجوجيتد؟ يعني بيبقى ماشي دبل سنجل دبل سنجل، يعني ماشي دبل 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 بوند سنجل بوند دبل بوند سنجل بوند، يبقى فولي كونجوجيتد. تالت حاجه ان هو يكون بلانر. طب عشان يكون بلانر يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم ان الاتومز بتاعته بتعمل sp2 hybridization. واحنا خدنا يعني ايه sp2 hybridization، معناها ان انا عندي one unhybridized orbital هي اللي بتعمل overlapping مع بعض عشان تكون لي ال pi bond. في الحاله دي بقول عليه ان هو بيكون planar. اخر حاجه ان هو بيكون obeys to Hockel's rule. طيب Hockel's rule بتقول لنا ايه؟ Hockel's rule بتقول لنا ان الاربعة n plus 2 equal a number of l by electrons. A number of l by electrons. تمام. Where l n is an integer number. يعني 1, 2, 3 and so on. يعني ما ينفعش ان هي تبقى fraction. ما ينفعش ان هي تبقى fraction. يعني ما ينفعش تبقى half مثلا. Doesn't equal half. تمام؟ طيب يبقى هنا دلوقتي اشوف عدد الباي الكترونز، اشوف عدد الباي الكترونز ازاي؟ كل باي بوند عباره عن 2 الكترون، اذا عندي هنا 2 الكترونز. نرسمها تاني. الباي بوند عباره عن 2 الكترونز. وادي 2 electrons 2 electrons. اذا ال number of electrons inside a cycle كام electrons؟ 2 4 6. اذا انا عندي 6 باي electrons، 6 باي electrons. طيب ااكد بقى ان المركب ده is an aromatic compound لما بيتبع Hockel's rule. يعني انا لما اعوض عن ال n equal 1 هعوض عن ال n هنا ب 1، انا بقول انا بعوض عن ال n باي integer number واشوف ان هو بي equal to a number of الباي الكترون. اذا انا عندي هنا ال n لما كانت بواحد يبقى انا عندي هنا 6 باي الكترون. يبقى في الحاله دي بقول عليه ان هو بيتبع Hockel's rule. يبقى اذا دلوقتي عشان اقدر احكم على اي compound ان هو is an aromatic compound يبقى لازم يكون في الاربعه characters او properties الموجوده عندي. اول حاجه زي ما قلنا بيكون cyclic fully conjugated. يعني ايه تاني fully conjugated؟ يعني ماشي double single double single and so on. تالت حاجة ان هو بيكون planar. يعني ايه planar؟ كل اتوم فيه بتعمل sp2 hybridization، يعني بتعمل overlapping by an unhybridized orbital بتاعت الايه الاتوم.
آخر حاجة إن هو بيتبع هوكلز رول، where هوكلز رول is 4n plus 2 where equal to a number of the pi electron where the n is a number of the integer. The aromatic compound are classified in three categories. أول حاجة المونو cyclic compounds. ايه هي المونوسايكليك كومباوندز؟ هي عباره عن الكومباوندز اللي ما فيهاش غير سايكل واحده بس او رينج واحده بس از البنزين رينج. ده بقول عليه مونوسايكليك كومباوند. تمام. تاني نوع اللي هو بولي سايكليك كومباوند. البولي سايكليك كومباوند كلاسيفايد انتو تو، هيدينا البنزينويد كومباوند والنون بنزينويد كومباوند. طيب ايه هي البنزينويد كومباوند؟ البنزينويد كومباوند لما يكون عندي اتنين aromatic compounds fused مع بعض، يعني اتنين equal aromatic compounds fused مع بعض. وليكن انا عندي ادي بنزين رينج وادي الاذر بنزين رينج، حصل لهم ايه؟ فيوجن. يعني ايه فيوجن؟ يعني حصل لهم التحام. التحام بقى ما بينهم في common side، يبقى في الحاله دي بقول عليه ده اسمه بنزينويد، ده اسمه نفثالين. طيب نيجي بعد كده، لو انا عندي اكتر من رينج فيوزد مع بعض بس ايه equal in size، يعني عندي هنا 6 member ring they are fused مع بعض، ما بين الاول والتاني في common side، ما بين التاني والتالت في common side، في الحالة دي بقول عليه برضو ان هو بنزينويد اللي هو الايه الانثراسين. تمام. نيجي بقى للنون بنزينويد. النون بنزينويد، النون بنزينويد زي ايه؟ يعني معناها لما يكون عندي اتنين على الاقل سايكليك كومباوند فيوز مع بعض، بس الاتنين سايكليك رينج ما بيكونوش ايكوال ان سايز. زي ايه مثلا؟ لما يكون عندي كده بنزين رينج، يعني 6 ممبرد رينج فيوزد مع 5 ممبرد رينج، ده بسميه الازولين. الازولين في الحاله دي انا عندي 6 ممبرد رينج فيوز مع 5 ممبرد رينج، يعني نون ايكوال ان سايز، في الحاله دي بقول عليه نون بنزينويد. نون بنزينويد يبقى اذا دلوقتي بولي. بولي. طب بولي ليه؟ عشان في اكتر من رينج. تمام. طيب وليه بنزينويد؟ لان في اكتر من رينج بس ان ايكوال ان سايز. لكن النون بنزينويد في اكتر من رينج بس ان ايكوال ان سايز. تمام. نيجي لاخر حاجه للكلاسيفيكيشن اللي هي الايه، اللي هي الماكرو. شوف بقى من الاسم ماكرو كومباوند. يعني ايه ماكرو كومباوند؟ ماكرو يعني كبير، يعني كبير. كبير ان ايه؟ كبير ان سايز، بس برضو بيكون سايكليك. زي ايه مثلا؟ لما يكون عندي كده اهو double single double single double single single double. ده بيكون سايكليك. سايكليك. طيب وكمان بيكون ايه؟ فولي كونجوجيتد. فولي كونجوجيتد. طيب وبيكون بيتبع هوكلز رول. اشوف ان هو بلانر ولا مش بلانر. اول حاجه بما ان كل اتوم فيه بتعمل sp2 hybridization، يعني معناها بيحصل اوفرلاب ما بين البي اوربيتال او الان هايبريدايز بي اوربيتال، يبقى بقول عليه ان هو بلانر. اخر حاجه بيتبع هوكلز رول ولا لا؟
واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. إذا أنا عندي سبعة، كل بوند بكام إلكترونز؟ باتنين إلكترونز. يبقى إذا أنا عندي 14 باي إلكترونز. بيتبع هوكلز رول ولا لأ؟ أنا بقول هوكلز رول بتقول لي 4N بلس 2 إيكوال الباي إلكترونز. يعني أنا لو عوضت عن الـ N بـ 3 هتديني كام؟ 4 في 3 ب 12 و 2 هيبقوا 16. 4 في 3 يبقى هيديني 14. يبقى في الحالة دي بقول عليه ان هو ايه؟ بيتبع هوكلز رول. يبقى اذا بقول عليه ان هو اروماتيك. بس هل هو انهي نوع بقى من الاروماتيك الكومباوندز الموجودة عندنا؟ هل هو مونو؟ لا، لان الرينج بتاعته كبيرة سايز، طيب كبيرة في السايز. طب هل هو بولي؟ لا، لان هو عبارة عن رينج واحدة مع بعضها، دي رينج واحدة مش كذا رينج فيوزد مع بعض. طب في الحالة دي بقى اسميه ازاي؟ بعد عندي حاجتين بقى ممكن اعرف منهم، بعد عدد الاتومز الموجودة عندي، ادي كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر. إذا أنا عندي 14 أتومز، 14 أتوم بحطها ما بين براكتس كده تمام؟ وأكتب إيه؟ أنيولين. بقول أنيولين. يبقى في الحالة دي لما أجي أسمي الماكرو كومباوند بقول عليه إن هو أنيولين تمام. طب ممكن بالنمبر أوف الأتومز، وإيه كمان؟ النمبر أوف السايدز. يعني إيه النمبر أوف السايدز؟ يعني السيجما بوند. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر. يبقى إذا أنت لو عديت النمبر أوف البوند السيجما بوند أو النمبر أوف الكربون، بكتب النمبر وبحطها ما بين براكتس واحط كلمه ايه؟ انيولينز. يبقى اذا الماكرو كومباوند ممكن يبقى اروماتيك، اه. طب ممكن يبقى نوت اروماتيك، اه. ممكن يكون نون اروماتيك. زي ايه مثلا؟ لو انا جيت هنا دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل، عندي هنا كام؟ 3 و2 5. لا ده برضو هيكون اروماتيك. طب برضو ليه هيكون اروماتيك؟ ادي كده انا عندي 1 2 3 4 5، 5 باي الكترونز في 2 يعني عندي 10 باي الكترون. 5 دبل بوند يعني 10 باي الكترونز. هو بيكون سايكليك فولي كونجوجيتد، بيكون بلانر، بيتبع هوكلز رول. ليه؟ لما باخد الان ايكوال 2 معناها انا عندي 4 في 2 زائد 2، اذا انا عندي 10. يبقى بكون بقول عليه ان هو برضو ايه؟ اروماتيك تمام. طب انا هاخد واحد بقى ايه؟ ان اروماتيك. لو انا خدت كده واحد اتنين اربعة تمام، ده برضو اقول عليه ماكرو يعني انيولين. يبقى اذا كل الاروماتيكس ار سوري كل سايكليك كومباوند ار انيولينز، سواء كانت اروماتيك او نوت اروماتيك. كل الانيولينز ار سايكليك كومباوند سواء كانت اروماتيك او نوت اروماتيك. طب نيجي نشوف المركب دوت، ده انيولينز ار انيولينز. طب هو لما اجي اسميه ازاي؟ اعد عدد الاتومز. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ستة سبعة تمانية. يبقى أنا عندي تمانية أتوم، أحطها ما بين براكتس وأكتب كلمة أنيولينز تمام. ممكن بالنمبر أوف الأتوم أور النمبر أوف السايدز. يعني إيه السايدز؟ يعني السيجما بوند. 1 2 3 4 5 6 7 8. واحد بقى يجي يقول لي إيه؟ طب أنا هعد السيجما مع الباي، أدي كده 2 3 5 7. لا كل ده غلط، أنت بتعد السيجما بوند يعني النمبر أوف السايدز تمام. طيب هو سايكليك سايكليك، حلو الكلام. فولي كونجوجيتد فولي كونجوجيتد. طب ليه فولي كونجوجيتد؟ دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل، حلو. بلانر نشوف بلانر ولا لا. معناها هنا الكربون دي عملت اس بي 2 هايبريدايزيشن عشان تكون لنا الدبل بوند، وهنا دي عملت اس بي 2 هايبريدايزيشن اس بي 2 هايبريدايزيشن. طب ليه هنا اس بي 2 هايبريدايزيشن؟ عشان تعمل دبل بوند ما بينها وما بين الكربون دي اند سو اون. يبقى كل الاتوم بتعمل اس بي 2 هايبريدايزيشن. يبقى في الحاله دي بقول عليه ان هو بلانر. اخر بقى حاجه اللي هو هل بيتبع هوكلز رول ولا لا؟ كم
باي بوند موجودة عندي، عندي واحد اتنين تلاتة أربعة، أربعة باي بوند، يعني كام باي إلكترون؟ كل باي بوند باتنين إلكترون، يبقى أربعة في اتنين بتمانية. أشوف بقى هوكلز رول بيقول لي إيه؟ 4 N plus 2 equal باي إلكترونز. طب أنا لو خدت الـ N بواحد يبقى إذا الباي إلكترون هتبقى 6. لو خدت الـ N باتنين 4 في 2 بتمانية، 8 و2 10 يبقى equal كام؟ 10. لو أنا خدت الـ N equal كام؟ 2، يبقى أنا عندي هنا إيه؟ 10 باي إلكترونز. يبقى إذا لو أنا خدت الـ N equal half، لا مش equal half، ايكوال كام؟ ايكوال كام؟ هقول هنا أربعة في، عشان أخليها بتساوي التمانية، يبقى أنا عندي هنا لا الاتنين ولا الواحد، يعني تلاتة. أربعة في تلاتة، أربعة في كام؟ نركز بقى مع بعض، أربعة في كام؟ أربعة، أربعة في واحد ونص زائد اتنين المفروض هتديني تمانية، وانا قلت ان ال n ما بتساويش ال fractions، لازم بتكون integer number، يبقى اذا هي مش بتتبع هوكلز رول، يبقى في الحالة دي بقول عليه not aromatic number، بالرغم ان هو بيكون ايه؟ anions. يبقى اذا احنا كده عرفنا ال classification of ال organic ال aromatic compounds، اول حاجة ان هو بيكون يا اما بيكون monocyclic زي البنزين رينج، يعني حلقة واحدة بس وتكون صغيرة، اقل حاجة بتكون ستة، وعندنا ان هو يكون بولي، وقلنا البولي عندنا نوعين، يا اما البنزويدز او النون بنزويدز. البنزويدز احنا عرفنا ان هو بيكون ايه؟ الرينجز بيكون ايكوال في السايز فيوز ان كومن سايد، اما بالنسبه للنون بنزويدز بتكون نون ايكوال في الايه؟ السايز، اخر حاجه بيكون الماكرو. البنزين رينج، نيجي بقى للبنزين رينج اللي هي المونوسايكليك كومباوند. ده ابسط مثال على الاروماتيك كومباوند اللي هي البنزين رينج. البنزين رينج عباره عن C6H6، اما اعمل لها ريبريزنتد باي السايكل، وعندي الباي بوند جوه الرينج ده، بسميه كيكيولي ستراكشر. كيكيولي ستراكشر يعني معناها ان انا عندي الرينج جواها في دبل بوند، دبل بوند، دبل بوند، دبل بوند، تمام؟ يبقى ده بسميه كيكيولي ستراكشر. طب هل البنزين رينج از ان اروماتيك كومباوند؟ نشوف. انا اول حاجه قلنا اول حاجه ايه في الاروماتيك كومباوند؟ بيكون سايكليك. سايكليك سايكليك ليه؟ كل الاتوم كونكتد ويز ايتش اذر، الكربون الاولانيه كونكتد مع الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه، تمام. تاني حاجه ان هو يكون فولي كونجوجيتد، دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل، تمام. تالت حاجه ان هو يكون بلانر، كل اتوم فيه بتعمل اس بي 2 هايبريدايزيشن، يبقى هو بيكون بلانر. اخر حاجه بيتبع هوكلز رول ولا لا؟ عندي كام باي بوند؟ عندي ثلاثة، يبقى كام باي الكترون؟ كل دبل بوند باتنين الكترون، اذا انا عندي ستة باي الكترون. وقلنا هوكلز رول 4 ان بلس 2 ايكوال ال 6 اللي هي عدد الباي الكترونز بتاعت البنزين رينج، يبقى لما ال ان كانت بواحد يبقى في الحاله دي ايكوال 6، يبقى في الحاله دي بيتبع ايه؟ هوكلز رول، تمام؟ طيب ممكن ان انا اعمله ريبريزنتد على هيئه كيكيولي ستراكشر، او ان انا اعمله كده اهو بنزين رينج واعمل جواها ايه بقى؟ رينج سايكل. طب السايكل ده جه نتيجه ايه؟ نتيجه الموشن اوف الباي الكترون انسايد رينج، الموشن اوف الباي الكترون انسايد ذا رينج، يعني بتبقى ماشيه عامله كده ادي، بتتحرك حركة دائرية، يبقى في الحالة دي بقول عليه ان هو ممكن يكون represented. طيب الاستابيليتي بتاعت البنزين رينج جاية منين؟ نتيجة لي احنا قلنا قبل كده اما اجي اقيس اي استابيليتي بتاعت organic compound بقيسها على according to ايه؟ according to a resonance.
كل ما يكون الكومباوند يقدر ان هو يعمل ريزونانس او يكون ريزونانس ستراكشر يبقى الاستابيليتي بتاعته بتكون ايه؟ عاليه. طيب هيجي هنا الريزونانس منين؟ شوف كده ادي الريزونانس بيبدا. احنا قلنا الريزونانس ازاي؟ ان انا بحرك الدبل بوند في اتجاه السيجما بوند والدبل بوند في اتجاه السيجما بوند والدبل بوند في اتجاه السيجما بوند. يعني الدبل تيجي مكان مع مكان الايه؟ السنجل بوند، والدبل بوند تيجي مكان السنجل بوند، والدبل بوند تيجي مكان السنجل بوند. يبقى حصل موشن للدبل بوند، اتغيرت بقت كده. ادي الدبل بوند اتحركت هنا اهو. طب انا بحركها ازاي؟ باجي من التيل بتاع الدبل بوند بتتحرك معايا الباي الكترون هتيجي هنا. طب والدبل بوند اللي هنا هتتحرك على السايد اللي جنبها اهي، والدبل بوند اللي هنا اهي. تمام حلو. يبقى اذا دلوقتي المركب ده هو نفس المركب ده، بس هو بيوصف لي ايه؟ بيعمل ديسكرايب الاستابيليتي اوف البنزين رينج. تمام. نيجي بقى نشوف ازاي ان احنا بنعمل سينثايز او هاو تو بريبير البنزين رينج، البنزين كومباوندز. بعمل بحضر البنزين كومباوند ازاي؟ اول طريقه ان انا بعمل باخد الاستيلين، الاستيلين سي ترابل بون سي اتش، باخد 3 مولوكيول واعمل لها باسنج انسايد ريد هوت تيوب، يعني همررها على ريد هوت تيوب. خلاص يبقى في الحاله دي بيحصل ايه؟ بيعمل سايكلايزيشن للاستيلين ويكون لنا البنزين رينج. ادي اول طريقه. الطريقة التانية أو الواي التانية إن أنا أحضر منها البنزين إن أنا باخد البنزويك أسيد. البنزويك أسيد هو عبارة عن بنزين رينج كونكتد بيه كربوكسيليك جروب. بعمل حاجة اسمها دي كربوكسليشن. يعني إيه دي كربوكسليشن؟ يعني أنا بعمل إليمينيت لمجموعة الكربوكسيليك جروب. بعمل لها إليمينيت إزاي؟ باستخدام حاجة اسمها الصودا لايم. الصودا لايم بيتكون من ايه؟ عشان احضر الصودا لايم عباره عن صوديوم هيدروكسيد مع الكالسيوم اوكسيد، in presence of الكالسيوم اوكسيد. صوديوم هيدروكسيد والكالسيوم هيدروكسيد دول بسميهم صودا لايم. بسميهم صودا لايم، بيعملوا ايه؟ بيعملوا دي كربوكسيليشن، يعني يسحبوا لي الكربون دايكسيد الموجود عندي ويكون لي ال Na2 CO3 زائد البنزين. اتبقى ايه بقى لما هو سحب ال البنزين رينج؟ اتبقت الهيدروجين كونكتد مع الكربون عشان يكون لنا البنزين رينج. تمام. الطريقه الثالثه لتحضير البنزين ان انا بعمل له ايه؟ باخد الفينول. الفينول هو عبارة عن بنزين رينج كونكتد بي هيدروكسيل جروب، دي اسمها فينول وهناخدها بعد كده ان شاء الله. بفعله مع الزنك، بعمل له ريدكشن. بعمل له ريدكشن. ريدكشن ازاي؟ يعني انا هسحب الاكسجين دي. بسحب الاكسجين بتاعت الهيدروكسيل ازاي؟ باستخدام الزنك عشان يكون لنا الزنك اوكسيد. حلو الكلام. اتبقى ايه بقى على الحلقة؟ البنزين رينج مع الهيدروجين. ادي البنزين رينج مع الهيدروجين. ادي الهيدروجين اللي بقت من المركب اللي هي عباره عن بتاعه حلقه البنزين. يبقى اذا انا عندي ثلاثه بروسيدجرز بستخدمهم عشان احضر بيهم البنزين رينج. اول حاجه بعمل باسنج للاسلين ثرو الريد هوت تيوب. تاني حاجه ان انا بعمل دي كربوكسيليشن للبنزويك اسيد او السولت بتاعه. او السولت بتاعه، يعني انا لو خدت صوديوم بنزويت اور عشان انا لما اجيب في الامتحان صوديوم بنزويت، لا ده حضرتك جبت لنا بس البنزويك اسيد الاثنين. سواء انا عملت دي كربوكسيليشن للبنزويك اسيد او للصوديوم بنزويت ان بريزنس اوف الصودا لايم اللي هو صوديوم هيدروكسيد والكالسيوم اوكسيد، بتعمل دي كربوكسيليشن تقوم سحبالي الكربون دايكسيد وتطلع لي الصوديوم كربونات، يتبقى عندي البنزين رينج. او ان انا بعمل ريدكشن للفينول ان بريزنس اوف الزنك عشان ياخد الاكسجين ويكون لنا الزنك اوكسيد والبنزين. تمام. دول طرق تحضير الايه؟ البنزين.
تمام. نيجي بقى للكيميكال بروبرتيز اوف البنزين. البنزين الرياكشن، لو الكيميكال رياكشنز اللي بيتم على البنزين از الكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشن. يعني ايه الكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشن؟ احنا خدنا قبل كده الالكتروفيل والنيوكليوفيل. يعني ايه الكتروفيل؟ الكتروفيل معناه عليه بوزيتيف تشارج ومحب ليه النيجاتيف تشارج، يعني لاف النيجاتيف تشارج، ده الالكتروفيل. اما النيوكليوفيل بيكون عليه النيجاتيف تشارج اند لاف البوزيتيف تشارج. تمام. يبقى نوع الرياكشن اللي بيتم على البنزين رينج از الكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشن. طبعا هنا هيحصل سبستيتيوشن عشان ما اقدرش اكسر في الرينج، ما اقدرش اكسر في الباي بوند، يبقى اذا هيحصل سبستيتيوشن مع الهيدروجين. يبقى اذا ادي البنزين رينج، هاجي اعمل له كولورينيشن. حلو، ينفع ان انا اعمل له بقى كولورينيشن من غير اي حاجه كده؟ يعني يكسر في الباي بوند هنا ويقوم مدخل لي كلورين وكلورين، يعني يعمل كده يكسر كده ويدخل لي هنا كلورين وكلورين وكلور كده؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ لان نوع الرياكشن هنا از اندو ثيرميك رياكشن. يعني ايه اندو ثيرميك رياكشن؟ يعني محتاج ان هو ياخد انرجي عشان يتم الرياكشن. يبقى اذا هنا ما بيحصلش الرياكشن ده. تمام. بيحصل امتى الرياكشن؟ لو انا خدت سايكلو هيكسين، سايكلو هيكسين اتس نوت اروماتيك لان ما فيهاش كونجوجيشن. تمام. باخد معاها الكلورين يقوم يكسر في الباي بوند ويكون لنا دايكلورو سي ال سي ال، ويكون لنا دايكلورو سايكلو هيكسين هيكسين. تمام. انما هنا ما ينفعش ان انا اعمل كلورينيشن بس من غير ما يكون عندي كاتاليست. طب الكاتاليست الموجود عندي اللي هو ايه؟ لويس. لويس كاتاليست. طب لويس ده عباره عن ايه؟ اف اي اكس 2، اف اي اكس 2. تمام. حلو. طب نشوف كده اف اي اكس 3، سوري، عشان هو ده فرك، فرك كلورايد. تمام. طب بنعمله ازاي؟ ادي بقى البنزين زائد الكلورين. شوف بقى كده in presence of FeCl3، FeCl3 فيريك كلورايد. مع الكلورين هاخد FeCl3، مع البرومين هاخد FeBr3، مع الايودين لا، ما بينفعش الرياكشن احط عليه لوس. هنقول ليه. اول حاجه هنا البنزين رينج مع الكلورين، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل سبستيتيوشن رياكشن مش اديشن رياكشن. سبستيتيوشن رياكشن يعني معناها ان الهيدروجين دي او الهيدروجين دي او دي او دي او دي او دي، لان هم بيكونوا كل الهيدروجين في البنزين رينج ار ايكويفالنت. ار ايكويفالنت يعني متساويين، يعني ينفع ان يحصل سبستيتيوشن هنا او هنا او هنا. سبستيتيوشن في مين؟ في فين تاني؟ في الهيدروجين. ما بيحصلش اديشن رياكشن. يعني ايه ما بيكسرش في الباي بوند؟ لان هنا الرياكشن از اندوثيرميك رياكشن. انما لو كسر في الباي بوند يبقى اكسوثيرميك رياكشن، يعني كسر ودخل الكلورين وطلع لي ايه؟ طاقه. تمام. يبقى في الحاله دي انا عندي ايه؟ اهو بيحصل سبستيتيوشن. سبستيتيوشن هنا ادي الكلورين، ادي هنا دي سي ال سي ال. تمام. الهيدروجين الكلورين هتحل محل الهيدروجين، والهيدروجين تاخد السي ال وتطلع لي اتش سي ال. حلو. وادي الكلورين. حلو الكلام. تمام. نيجي بقى مع البرومينيشن. البرومينيشن بنعمل ايه؟ بناخد نفس الكلام البنزين رينج مع البرومين ان بريزنس اوف الفيريك برومايد. ادي البي ار 2 عباره عن بي ار بي ار، بيكسر فيه، بيكسر هنا اللي هي الهيدروجين، يعني بيحصل ريبليز مش بيكسر في الباي بوند. البي ار هتبقى ريبليز مكان الهيدروجين وتكون لنا هنا ادي الاتش بي ار.
والبي ار تدخل مكان الهيدروجين. حلو الكلام ده بالنسبه للهالوجينيشن. طب انا لو خدت الايودين ينفع افعلها مع الاف اي اي 3؟ لا. ليه؟ لان الايودين از ان رياكتيف. ان رياكتيف يعني بيكون مش متفاعل، يبقى محتاج ان انا اخد حاجه بقى اقوى بقى من لويس اللي هي مين؟ باخد ايه؟ نيتريك اسيد. نيتريك اسيد عشان يعمل ريبليزد ويحل محله ويكون لنا الايودو بنزين. الايودو بنزين. وادي الاتش اي. ده بالنسبه للهالوجينيشن. ده نوع من الالكتروفيليك سبستيوشن رياكشن اللي هي الاكس 2. And this is applied to الكلورينيشن and البرومينيشن. نوع تاني من الالكتروفيليك سبستيوشن رياكشن اللي هي النيتريشن. يعني ايه نيتريشن؟ يعني انا بدخل مجموعه نيترو اللي هي الان او 2. بدخلها ازاي؟ باخد البنزين رينج بفعلها مع النيتريك اسيد in presence of sulfuric acid. عشان ايه اللي يحصل؟ برضه هيحصل electrophilic substitution reaction. معناها انه هيحصل ايه؟ ادي هنا الهيدروجين هيحصل ريبليز مجموعه الادي الاتش او ان او 2. ادي ان او 3 عباره عن ايه؟ ادي الاتش زي ما هي والاو ان او 2. الهيدروجين هتاخد الهيدروكسيل جروب هتاخد الهيدروجين وتكون لنا الووتر مولكيول. حلو الكلام. وبعدين مجموعه النيترو ريبليزد ان ذا بليس اوف ذا هيدروجين عشان تكون لنا النيترو بنزين. نيترو بنزين دي بسميها نيتريشن. النوع الاخير من الالكتروفيليك لا مش الاخير بقى لسه الثلاثه اللي هو السلفونيشن. السلفونيشن معناها ايه؟ ان انا بدخل مجموعه سلفونيك اسيد اللي هي SO3H عليها نيتروجين. طب ازاي؟ نفس الكلام. ادي البنزين رينج بفعله مع السلفوريك اسيد وانا بقى هشوف بقى الميكانيزم بعد كده. هاخد مولوكيول واحد من السلفوريك اسيد؟ لا، هاخد اثنين مولوكيول من السلفوريك اسيد. خلي بالك هنا في النيتريشن انا خدت النيتريك اسيد وخدت الكاتاليست اللي معايا، هشوف برده فايده الكاتاليست ايه. هنا نفس الكلام لما اجي اعمل السلفونيشن باخد السلفوريك اسيد عشان يعمل ريبليز للهيدروجين والاذر مولوكيول من السلفوريك اسيد عشان يعمل از كاتاليست. يبقى ايه اللي بيحصل بقى؟ انا عندي هنا اثنين مولوكيول، ادي اتش اتش او اس او 3 اتش، تمام؟ ده ادي 1 مولوكيول اوف السلفوريك اسيد. عشان ايه اللي يحصل؟ مجموعه السلفونيك تحل محل الهيدروجين والهيدروجين تطلع مع الهيدروكسيل جروب از ووتر مولوكيول وتكون لنا البنزين سلفونيك اسيد. اللي هو SO3H. يبقى ده تالت نوع من الالكتروفيليك سبستيوشن رياكشن. نيجي الى نوع اخر اللي هو الالكايليشن. الالكايليشن اللي هو ايه؟ يعني انا بدخل الكايل جروب، بدخل مجموعه الكايل جروب. واحنا عرفنا ايه هي الالكايل جروب لما يكون عندي الالكين CN. هراجع بس الحته دي CnH2n plus 2 ده كان الكين. لما انا اعمل اليمينيت ل 1 هيدروجين اتوم بقى عندي CnH2n plus 1 اسمها الكايل جروب. يعني لما يكون عندي مجموعه الميثين ادي الميثين از الكين هعمل اليمينيت ل 1 هيدروجين اتوم عشان يكونني CH3 ادي الميثايل جروب. خلاص ده اكزامبل على الالكايل جروب. طيب بدخل مجموعه الالكايل ازاي؟ ادي البنزين رينج بفعلها مع الالكايل هالايد. اي الكايل هالايد؟ كلوروميثين برومو
ايود اند سو اون او فلورو. بس كده لا ما ينفعش. امال لازم يكون في ايه؟ في كاتاليست بيساعد ان الرياكشن ان هو يتم. طب ايه فايده الكاتاليست؟ هتشوفوا برده بعد كده. وليكن عندي هنا الكاتاليست اللي هو لويس برده اللي هو الالومنيوم كلورايد. الالومنيوم كلورايد ايه اللي بيحصل؟ ادي نفس الكلام بيحصل substitution، معناها ان مجموعه الالكايل ريبليسد ان ذا بليس اوف ذا هيدروجين، والهيدروجين تاخد الاكس وتطلع لي اتش اكس. ادي الاتش اكس وادي الالكايليشن. اخر حاجه اللي هي الاسايليشن. الاسايليشن هي عباره ان انا بعمل ايه؟ ريبليسد بمجموعه سي او ار او سي او اي ار. يعني سي او اللي هي الكيتونيك جروب كونكتد بمجموعه الكايل يبقى بسميها اسايليشن، او سي او اي ار يعني مع البنزين رينج. يعني انا لو خدت هنا كده ادي البنزين رينج فعلته مع ار سي او سي ال اللي هو الالكايل هالايد، خلاص عشان يديني ايه اللي هيحصل؟ ادي الهيدروجين، مجموعه الاسايل هتحل محل الهيدروجين، وادي البنزين رينج وتديني سي او ار ويطلع لي الاتش سي ال. او لو انا خدت البنزين رينج فعلته مع ار سي او سي ال اللي هو البنزوايل كلورايد، ده بنزوايل كلورايد كلورايد عشان يديني ادي البنزين ويدخل لي سي او اي ار زائد اتش سي ال. يبقى اذا الرياكشنز اللي بيتم في البنزين رينج از الكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشن بانواعه اللي احنا قلنا عليها اللي هي الهالوجينيشن والسلفونيشن والنيتريشن والالكايليشن والاسايليشن.